برقية حاتيم، دكتور صيدلاني، رئيس جامعة سيدي علي التازي منذ انتخابات 2015 إلى 2021. يعني احنا كمجلس عندنا أغلبية استقلالية، 19 استقلالي من أصل 27، والحمد لله يعني تندبروا هذه المرحلة هذه من 2015 بواحد التعاون، بواحد المشاركة للمجتمع المدني للأعضاء كاملين. بدينا في الأول على واحد البرنامج عمل، برنامج عمل مسطر اللي تصادق عليه في المجلس وتأشر عند في العمالة على أساس بولي نشتغلوا عليه. هذا البرنامج عمل كان يخص يعني في الأهم وهو البنية التحتية. كانت عندنا يعني البرنامج عمل كان بشراكة مع المجتمع المدني، ودرنا عدة لقاءات في كل دائرة، وكل دائرة عطتنا شنو الخصائص اللي خصنا نشتغلوا عليه احنا كمجلس. ومن بعد من درنا التقييم ديال هذوك المطالب كاملين، شفنا تقريبا الأغلبية الساحقة ديال المطالب تتمشي في البنية التحتية، يعني الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء. بالفعل يعني هذا البرنامج عمل الحمد لله دابا من بعد واحد الخمس سنين ديال التسيير قدرنا نوصلوا فيه واحد 90% كهذه البنية التحتية. هذه عندنا فيما يخص الماء الصالح للشرب درناه بشراكة مع المبادرة الوطنية اللي كانت في المرحلة الثانية، كانت اللجنة المحلية تترأسها رئيس الجماعة، ومن بعد تتكون اللجنة الإقليمية تترأسها السيد العام المشكور اللي تعاون معنا في هذا الموضوع على أساس الربط الفردي للماء الصالح للشرب. الحمد لله اليوم عندنا جميع الدواوير اللي تابعين للجماعة الترابية سيدي علي التازي كلهم عندهم الربط الفردي، يعني الشبكة ديال الربط الفردي راه كاين معمم على الجميع ديال الدواوير. دابا راه في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مشكورين، حتى هما تيتعاونوا معنا باش نوصلوا الناس الماء للديور. يعني ما بقاش عندنا المشكل ديال السقاية، ولكن عندنا ولا يعني الربط الفردي للماء الصالح للشرب في كل دار. هذه من بين المطالب اللي كانت تقريبا جل الساكنة تتنادي بها. الحمد لله دابا توصلنا النتيجة ديال 100% ديال ربط الماء الصالح للشرب. النقطة الثانية وهي الكهرباء. الكهرباء يعني كانت بعض المرات شي دواوير ولا تتلقى سو دوار تابع للدوار الكبير يكون عنده الكهرباء. الحمد لله درنا اكستنسيون، درنا الاكستنسيون الأولى الثانية وغطينا الكهرباء، يعني جميع السكان اللي كاين في الجماعة بواحد 99% راه عندهم الكهرباء ديالهم وعندهم الماء الصالح للشرب بالربط الفردي. النقطة الثالثة وهي الطرقات. كانت إشكالية قبل في المجالس السابقة مشكورين، حتى هما لعبوا واحد الدور كبير للبنية التحتية وفي الحويجات اللي خاص، ولكن كانت العمل ديالهم وهو تيديروا مسالك بالتوفنو اون توفنو. حنا كمجلس اللي جينا اتفقنا على أساس نمشيو بالطرقات، يعني المسالك وفك العزلة بالقدرون اون بيكوش اللي الحمد لله دابا وصلنا كجماعة من نقولوا جماعة كاملة عندها واحد 60 كيلومتر اللي كاينة في الجماعة. درنا واحد الدراسة شاملة للجماعة واقترنا بهذا البرامج اللي كاينة، يعني لا البرنامج ديال اف دي ار مشكورين السيد العامل، لا المشاريع اللي دارتهم الجماعة. درنا واحد جوج ديال المشاريع زائد الاف دي ار زائد واحد الاتفاقية شراكة مع سياسة المدينة بالنسبة للمركز، اللي وصلنا الحمد لله دابا واحد تقريبا واحد 47 كيلومتر اللي وصلنا ليها، اللي بقات لينا واحد 12 كيلومتر باش نكملوا الجماعة تكون 100% بالربط ديال الطرقات. من تنقولوا الربط الطرقات يعني لاكسي من الطريق الوطنية للدخلة ديال الدوار للدواوير وعاد الأزقة ديال الدواوير، يعني كاملة الأزقة الحمد لله مغطية إلا بعد أزقة لي قلال واحد 10% اللي الحمد لله اللي تنبشر الساكنة بهذه المناسبة راه تم فتح الأظرفة ديال المشروع اللي في برنامج ديال اف دي ار. وصراحه تنوجه الشكر نيابه على المجلس وعلى الساكنه للسيد العام الاقليم القنيطره اللي حتى هو داخل معنا في هذا البرنامج واللي تيتعاون معنا مزيان، وغدا يعني العمل غادي بواحد انسجام وبواحد التنسيق لا مع القسم ديال الجماعه القسم ديال التجهيزات اللي تيشرف عليه رئيس القسم ديال التجهيزات سي موادي اللي مشكور والسيد العام. هاد الطرقات هادو يعني راه فتح الاظرفه الدار، يعني تنظن ان شاء الله يعني من بعد واحد 10 ايام ولا 15 يوم غنبداو في الشطر
الرابع ديال الطرقات، ونكونوا بهذا الشطر هذا كملنا جميع الطرقات اللي عندنا. واحد الطوار ديال ولاد بوعلي اللي غيوصلوا حتى هو الطريق، عندنا واحد الطوار ديال الرويتا الملاكيت حتى هو غيوصلوا لواحد الطريق ان شاء الله، والطوار ديال العزيب حتى هما غيوصلوا لهم طريق، وغنكملوا ما تبقى من الازقه اللي بقاو لينا في الدواوير الاخرى. يعني بهذا المشروع هذا ان شاء الله نكونوا عممنا 100%، ويكون البرنامج عمل اللي سطرناه في الاول ديال البنيه التحتيه نكونوا انتهينا فيه. هذا فيما يخص البنيه التحتيه. فيما يخص قطاع الصحه، نفرض قطاع الصحه جينا لقينا واحد الخصاص ديال سياره الاسعاف، خدينا كسياره الاسعاف اخرى، مابقاش عندنا غير وحده، ولاو عندنا جوج ديال سيارات الاسعاف، ولان جينا في واحد الطريق وطني رقم واحد وكاين المركز كاين لي زاكسيدون، هذا خدينا هاد سياره الاسعاف اللي نقصت علينا هذاك العبء باش نحاولوا نوصلوا المرضى ونوصلوا الناس اللي في حاله خطر الى المستشفى، الى المركز هنا الصحي والى المستشفى الاقليمي. هذا فيما يخص سياره الاسعاف. قمنا بواحد اتفاقيه شراكه مع قطاع الصحه، مع وزاره الصحه، مشكورين للمندوب الاقليمي السي برحال، للمدير الجهوي، للمندوب الجهوي اللي الواصب في هذه الاتفاقيه وهو سيد العمل. هذه الاتفاقيه هذه كانت بان خاص المجلس يريكريتي واحد ثلاثه ديال لي زانفيرمي. بالفعل درنا التوظيف ديال ثلاثه زانفيرمي حنا الجماعه اللي تنخلصوا هذه لي زانفيرمي شريطه، هما يفتحوا لنا واحد المستعجلات القرب بجامعه سيدي التاسي. الحمد لله هذه المستعجلات القرب راه هي كاينه خدامه، هما ملتزمين على اساس يزيدوا واحد الميدسان ويزيدوا عير مع جات هذه الجائحه ديال الكورونا اللي نتمنوا ان شاء الله تمر بسلام على المغاربه كاملين والعالم كامل، لان هذه الجائحه غيرت بزاف ديال الحويجات في العالم. هذه الاتفاقيه هذه يعني باش هما غيريكريتيو واحد الطبيب وغيتزاد واحد الانفيرمي، وغتولي هذه المستعجلات في عوض ما تخدم غير في النهار غتولي تخدم يعني يعني 24 ساعه على 24 ساعه، وهذه يعني غادي تنقص واحد العدد كبير ديال الناس اللي كانوا تيتنقلوا في الليل للوبيتال الادريسي غتنقص. وهادو من بين الحويجات اللي حتى المغرب يعني السياسه ديال المغرب ولا وزاره الصحه خصها تمشي فيها، ما نبقاوش نركزوا غير في الصحه في المدن الكبار، راه خصنا الصحه حتى هي نركزوا حتى في 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 لي باتلان وفي المناطق ديال العالم القروي، باش نحاولوا كل واحد يكون عنده الحق في التطبيب، عنده الحق في الصحه، كما جاء في اخر خطاب ديال صاحب جلاله الله ينصرو والله يطولنا عمره، بان خص الحق ديال كل واحد تكون عنده لاميتيال، تكون عنده التغطيه الصحيه. هادو الحويجات بالتغطيه الصحيه بالمراكز الصحيه اللي يكونوا في لي باتلان حتى هما يكونوا عندهم دي ميدسان، حتى هما يكون عندهم الاختصاصي. هذا المواطن ديال العالم القروي ما كاينش علاش يتنقل للمدن، ولكن يكون عنده كل شيء لاكسي، يكون عنده بالاخص من نقولوا على واحد ربعه ولا خمسه ديال الاختصاصات، طب الاطفال، طب ديال الغاسترو، ديال العيون، كاين انواع الجينيكو، هذا يعني خصهم يكونوا حتى هما في المراكز اللي نحاولوا ان شاء الله كاملين نتعاونوا حنا كمجلس ولا للصحه لوزاره الصحه باش نحاولوا نغطيو هاد الحويجات هادو كاملين ونشتغلوا فيهم مجموعين ان شاء الله. هذا فيما يخص قطاع الصحة. وحنايا ان شاء الله اللي تنتمناو في وزارة الصحة ولا المدير ولا المندوب الاقليمي باش يحاول يعجل بتوظيف ولا باش يضيف لنا واحد الطبيب باش نحاولوا المستعجلات نخدموا 24 ساعة على 24 ساعة. هذا فيما يخص القطاع الصحة. في قطاع التعليم كجماعة وكمجلس هو من برامج العمل اللي كنا مشتغلين فيهم، اللي درنا واحد دار الطالبه باتفاق بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هاد دار الطالبه اكستنسيون درنا ليها وزدنا واحد 80 ديال التلميذات اللي هما التحقوا بدار الطالبه باش نحاولوا نحيدوا الناس يعني الفتيات من الهدر المدرسي ويلتحقوا تاهما بالمدرسه. هذه من بين الحويجات اللي اشتغلنا عليهم. اشتغلنا بشراكه عاوتاني مع المبادره الوطنيه مشكورين اللي داروا لنا روض ديال الاطفال، روض ديال الاطفال اللي تقريبا واحد الخمسه ولا سته ديال روض ديال الاطفال اللي
اللي الحمد لله يعني خداو استحسان كبير بالنسبه للمواطنين والمواطنات. هذا الروض يعني بواحد الحله جديده بهذاك الشيء يعني زويوان، وهذا راه خدامين تيشتغلوا. درنا النقل المدرسي، لان كان الاسطول عندنا ديال المدرسي كانوا يلاه جوج ديال السيارات ديالنا المدرسي. من بعد كجينا كجماعه ديال التزيير وصلنا تقريبا واحد 6 ديال السيارات ديال النقل المدرسي وواحد الطوبيس اللي الحمد لله نقصنا هذاك الاكتظاظ ديال التلميذات والتلاميذ. حنا غاديين ان شاء الله اللي نشوفوا اكثر بين الحويجات اللي تنطلبوهم، يعني نقدروا نوصلوا من النقل المدرسي نديو غير الوليدات بوحدهم والبنات بوحدين، حتى هما داخلين في هذا البرنامج اللي غادي نشتغلوا عليه ان شاء الله. تنظنوا قبل الموسم الجاي، الموسم الدراسي هذا، نوصلوا لهذه الطريقه هذه باش نوليو هذاك الوليد ولا هذاك البنت، هذاك التلميذ ولا التلميذه تجيب واحد الاريحيه، ما يمشيوش واحد الازدحام، تكون حتى الوقت يعني يدخلوا في الوقت ديالهم يخرجوا، الوقت ديال الفروض، الوقت الامتحانات، يعني توصل بواحد الاريحيه. ثانيا حتى هذوك الطرقات اللي تصايبوا ما بقاتش غير يعني تيجي في الطريق الوطني وخص يخرج هذاك التلميذ، لا، يعني راه درنا تف يعني النقل المدرسي نقدروا نوصلوه حتى للداخل ديال الدوار، لان ما بقاش عندنا مشكل ديال الطريق، يعني يدخل مرتاح وتيخرج مرتاح. درنا واحد البريسات ديال فين يوقفوا التلاميذ اللي هما تقريبا في جنب في الدخله ديال كل دائره، باش الا كانت الشتاء ولا كانت الشمس ولا هذا باش يوقفوا. هذوك هما الحويجات اللي هما اشتغلنا فيهم باش نديروا. بالفعل يعني كاين حويجات اخرى بالنسبه للجوائز ديال اخر السنه على حساب النتائج اللي تيجيبوهم التلاميذ، كلهم هاد الحويجات اللي ديروهم باش نحفزوا باش نشجعوا باش نرفعوا من المستوى ديال التعليم في الجامعه. هادو من بين الحويجات اللي اشتغلنا عليهم. اشتغلنا عاوتاني على واحد البلون داميناجمون كجامعه سيدي التازي، على بلون داميناجمون جديد. هاد البلون داميناجمون حاولنا نخلقوا فيه باش التطبيق ديالو يكون اسهل، ودرنا مع الوكاله الحضاريه مشكورين، حتى هما تعاونوا معنا في هذا البلون داميناجمون، وكنا كاملين يعني تنشتغلوا بواحد الشراكه اللي الحمد لله بدات تتبان البوادر ديال الخير ديالو. راه درت واحد الجزئه ديال سميتها جزئات الخير في جامعه سيدي التازي، اللي ان شاء الله حتى هي غتحاول السكن، وغيكون سكن لائق باش الناس يعني يسكنوا في واحد، نحيدوا من العشوائيه ونمشيو في الحويجات اللي هما يعطيو جماليه للمدينه. وهذا السكن من غنقولوا نفرض واحد البلون داميناجمون فيه واحد الجزئه فيها واحد 500 بقعه، وان شاء الله تنشوفوا مع الناس ديال العمران باش نحاولوا نمشيو للشطر الثاني ديال التجزئه ديال هدى، حتى هو ان شاء الله من بين البرامج اللي غادي نشتغلوا عليهم ان شاء الله في المستقبل، على اساس يدير الشطر الثاني حتى هو فيه واحد 500 بقعه، زائد الشطر الاول كانت فيه واحد 400، وهذا ديال واحد 500. نهضروا على واحد المدينه، وهادشي كامل داخل في يعني من المراكز الناشئه اللي غتكون ان شاء الله في المستقبل هو المركز ديال سيدي التازي، لان الموقع الجغرافي ديالو جا وسط واحد 5 ديال الجامعات اللي هما دايرين به، وجا هو الوسط على الطريق الوطنيه، زائد هاد الجزئات هادو ان شاء الله غادي يكون في المستقبل من المراكز اللي ما غنقولوش ناشئه، ولكن من المدن الصغيره اللي غادي تنشا ان شاء الله في الاقليم، وغتكون تعطي هي تعطي هادو يعني عده حويجات. ممكن شي حويجات اللي ما تذكرتهمش. من بين الحويجات اللي ان شاء الله غادي نشتغلوا عليهم في المستقبل، وهو كما اشرت له قبيله ديال هذا الشطر الثاني ديال الجزيئه، تنهضروا على واحد زون داكتيفيتي ولا زون اندستريال، لان من تنهضروا على طريق الماء الضو انت تدير العمل ديال السكن ديال الناس، ولكن خصك توفر لهم فرص شغل، لانه انت وفرتي له فين غيسكن، ولكن خصو فين يخدم، لانه ولا تجيه حتى هو الفاكتوره ديال الضو، ولا يجيه ديال الماء، ولا عنده مصاريف خصو يقلب فين يخدم. حنا في البلون داميناجمون درنا واحد زون داكتيفيتي ودرنا واحد زون اندستريال بهذه المناسبه، يعني في هذه التغطيه الاعلاميه. مرحبا لاي مستثمر اللي نتعاونوا معاه حنايا، ونتعاون معاه للسلطه الاقليميه، لكاع القطاعات اللي تتشرف على هذه العمليه هذه، مرحبا به، وحنايا موجودين نتعاونوا معاه، ولو
ثمن رمزي على اساس باش يدير لنا الاستثمار ويخلق لنا واحد فرص ديال العمل وفرص ديال الشغل. حنا راه موجودين ومستعدين، راه الاشاره لاي مستثمر، راه الاشاره لاي حاجه اللي غتحاول تخلق لنا واحد ده. حنا كبلون ديماجمون كقانون راه حنايا وجدناه، كحويجات راه حنا ما وجدناهم، تيبقى خاص المستثمر اللي غادي يشتغلوا. راه مرحبا بهم، وتنقول لهم بهذه المناسبه في اي وقت وفي اي حاجه راه حنايا كمجلس كرئيس حنا مستعدين تعاونوا باش نخلقوا واحد فرص ديال العمل وفرص ديال الشغل للجماعه ديال سيدي التازي. هادو من بين الحويجات اللي غنشتغلوا عليهم. عندنا واحد الموضوع اخر وهو واحد العقار 119 سور ار. هذا العقار هذا تابع الاملاك ديال الدوله ديال الطومين. هذا من بعد العملية ديال الضم اللي دارت في الثمانينات خلات لنا هذا المشكل، هذا عائق من هذيك السنين. لجنة الضم عندها قانون ديالها، عندها إجراءات ديالها، ما يمكنش ترجع لها، ما ترجعش باللور إلا تتزيد لقدام. دارت واحد الوقت اللي ضمات هذا العقار هذا، دخلت فيه واحد الأملاك خاصة ديال هذا، وهاد الأملاك خاصة داروا تعرضات. هاد التعرضات هادو وقع لنا مشكل يعني بين الكاداستر وبين المحافظة، هاد 119 فيه واحد الإشكالية كبيرة وخلق لنا مشكل كبير من بينه النيت حتى الشطر الثاني ديال الجزيئة، ومن بينه أمور أخرى اللي مبلوكية لنا جماعة سي التازي. اللي تنطلبوا من هذا، حنا مستعدين، خاص القطاع ديال الفلاحة يشتغل، خاص الناس ديال الدومين يشتغلوا، خاص الناس العمران يشتغلوا، خاص الكاداستر المحافظة. كنا درنا اجتماعات، عدة اجتماعات، ولكن مازال ما وصلناش للحل اللي ممكن نمشيو فيه. حنا غاديين في هذا الدوسي هذا ان شاء الله، ومن بين الحويجات اللي تا هما مديرينهم في برنامج عمل باش نشتغلوا عليهم. عندنا واحد الموضوع اخر ديال 19066، واحد العقار اللي هو فيه واحد دوار الطبيب. تنقولوا دوار الطبيب، تنقولوا من الدواور الاصليين ديال المركز ديال جامعه سيدي التازي. هذا تا هو 19066، هذا هو ديال املاك الدوله. بالفعل درنا الطلب لاملاك الدوله، درت الاجراءات الاوليه، خدامين فيه، تنتسناو هما باش يرسلوا لنا على اساس باش نسويو معاهم الوضعيه ديالو. ومن بعد درت له اعاده الهيكله بالفعل، درت له لاسينيسمون، درنا فيه الضوء، درنا فيه الماء، فيه الطرقان، فيه كل شيء. الا خاصنا نسويو الوضعيه باش الناس كل واحد تولي عنده، يولي هذا الملك مفعوض ملك ديال الدوله، يولي تابع للجماعه، والجماعه راه غتولي تفوتوا للساكنه. هادو من بين الحويجات اللي تاهما غنشتغلوا عليهم. وفيه واحد الطرف اللي باقي خاوي، اللي فيه زون داكتيفيتي اللي ممكن تاهو نخلقوا فيه فرص ديال الشغل، والناس اللي الحرفيين، الناس اللي ممكن تاهما داخلين في البرنامج عمل اللي نشتغلوا عليه. غير هو كانت عندنا كمجلس كما شرت لك في الاول الميزانيه ولا الامكانيات الماديه ولا شنو اللي خصو يدار، كنا تنمشيو في البنيه التحتيه. دابا الحمد لله البنيه التحتيه الناس كان عندهم واحد السكن لائق، ولا بعدا كاين لاكسي تيدخل وتيخرج، الوليدات تيمشيو للمدرسه، التطبيب، ولا عندنا ما عندناش اشكاليه. دابا عاد خصنا نرجعوا للنقطه، هذا البرنامج اللي ذكرت عليه في الاخر، هاد النقاط ديال تسويه الوضعيه ديال العقار والحويجات اللي باغي نشتغلوا عليهم، غنشتغلوا عليهم مستقبلا. من بين الحويجات تاعو ثاني كاين مجمعات سكنيه. من تنقول مجمعات سكنيه بالنسبه للتعاونيات الخمس، بالنسبه للقريه، بالنسبه للدواوير الكبار، شري بلاد، زهير، كاع الدواوير اللي عندنا صيبنا لهم القدرون، صيبنا لهم الازقه. تيبقى اشكاليه ديال الماء ديال الشتاء، بعض المرات يكون واحد الماء الشتاء وتيوقع واحد الاشكاليه بين الساكنه. حتى هو من بين الحويجات اللي غادي نشتغلوا عليهم ان شاء الله في المستقبل. وكما دائما كنت تنهضر كرئيس ولا كمجلس، تنهضروا تنقولوا باننا الناس راه شنو غنوصلوا غنديروا لكم، راه حتى هاد الحويجات ان شاء الله راه هما غنوصلوا لهم، ماشي هضره كما تعاملنا في الاول يعني بالقول والفعل. راه حتى هاد الحويجات كبرنامج راه حتى هما نشتغلوا لهم بالقول وبالفعل. وعندنا الحمد لله ولا الساكنه تتعرف الطريقة اللي اشتغلنا بها، تتعرف التواصل اللي اشتغلنا به، تتعرف بأن هذا البرنامج عمل اللي خدمنا عليه إلا واستشرنا معاهم وجلسنا معاهم واتصلنا بهم دائرة بدائرة وجلسنا وعطينا برنامج عمل. حتى هاد الحويجات اللي هضرت عليهم كرئيس راهم على العاتق ديالنا كمجلس، ومن بين الحويجات اللي غادي نشتغلوا عليهم في المستقبل باش نحاولوا إن شاء الله في يعني كجماعة سيدي علي التازي نكونوا وصلنا كنموذج ديال التسيير
ديال الشباب وديال الاطر وديال الحمد لله اللي هما كمجلس كامل، بغينا نعطيو صوره للعمل السياسي، بانه العمل السياسي ماشي هو عمل ديال الفساد والعمل ديال هذا، عمل سياسي وهو عمل اللي يستافدوا منه المواطن اللي غيكون عنده برنامج، والمواطن حتى هو غيكون عارف بانه راه الصوت ديالو ولا هذاك المسانده اللي ساندنا حنا كمجلس ما يمشي مشات غير كذاك، راه مشات عطات الاكل ديالها، وراه كلشي راه هو كاين واضح في التيران، كلشي راه تيعرف الدور ديال المجلس، كلشي تيعرف الدور ديال الرئيس، كلشي تيعرف الدور ديال السلطه المحليه ولا السلطه الاقليميه، كلشي تيعرف راه الدرك الملكي داير عارفين يعني واقفين ودايرين المجهود ديالهم، اللي بالمناسبه كانوا جنود مجندين في هذه الجائحه ديال كورونا، اللي الاغلبيه ديال الناس راهم داخلين في ديورهم، وتتلقى القائد وتتلقى المقدم وتتلقى الشيخ وتتلقى الدرك الملكي وتتلقى رئيس الدائره، وتتلقاهم مجندين ليل نهار باش يحميونا حنايا كمغاربه، اللي تنقولوا لهم وتنصفقوا لهم بحراره تنشكركم على هذا العمل، وهذا العمل ما غننساوش، وهذا العمل راه هو المواطنه، هو روح المواطنه، هو اللي خصو يكون به كمغربي، تنقولوا مغربي ومواطن بالفعل، خصو من يكون المغرب ولا الدوله المغربيه محتاجاه خصو يكون بجنبها. هذا في جانب القطاع ديال الصحه، لا الاطر الطبيه لا الشبه الطبيه لا كاملين كانوا مجندين اللي مشكورين بالمناسبه، كل شيء كان مجند في هذه الجائحه ديال كورونا، اللي نتمناو ان شاء الله احنا كنا غادي بواحد البرنامج شويه تبلوكا شي شويه مع هذا كورونا، لان جات هذه فوق الطاقه ديال الجميع، واخا كاين هذا الكورونا ولكن الحمد لله المجلس راه غادي مساير العمل ديالو ولو بوتيره اقل، ولكن راه حنا غادي مسايرين غنكملوا البرنامج ان شاء الله باذن الله. اللي نتمناه هو هذه الجائحه ترفع علينا وترفع لنا هذا الوباء، المغاربه كاملين، لان تنشوفوا النتائج الاخيره نتائج شويه تتقلق. اللي نتمناه ان شاء الله دوز عاديه وترجع الحياه الطبيعيه العاديه ان شاء الله، ويرجع حتى حنا المجلس اللقاءات مع الناس، حنا راه توحشنا الناس، ما بقيناش نقدروا نخرجوا عند الناس لانه سي نورمال مع هذه الجائحه ما تقدرش تجمع الناس وتهضر معاهم. حنا نتمناو ان شاء الله نكونوا دائما مع راه الاشاره للساكنه، وهذا الشيء كامل اللي درناه مازال سيدي علال تزيد يستحق الكثير، مازال الساكنه تستحق الكثير، مازال الاقليم تيستحق الكثير، لان حتى الاقليم من تنقولوا الجماعات المجاوره تنتمناو حتى هما يمشيو بنفس الوتيره حتى هما، علاش الجماعات المجاوره تكون عندهم التغطيه ديال الماء، تغطيه الكهرباء، تغطيه ديال الطرقان تكون، هذا اقليم ديالنا وهذه منطقه ديال الغرب ديالنا، بغينا كمنطقه ديال الغرب حتى هي تكون في المستوى الطالع، لانه جايين حنايا على الجهويه الموسعه، الجهويه الموسعه كل جهه راه كل جهه غتولي تدبر الامور ديالها، وكل اقليم غيولي يدبر الامور، وغنبقاو نبانوا اقليم ضعيف، خصنا بالعكس نكونوا اقليم قوي، عندنا الحمد لله سلطه اقليميه قويه، عندنا عندهم افكار، عندهم هذا، يدهم مفتوحه، دائما تيتعاونوا معنا، دائما تيتعاونوا مع رؤساء الجماعات، يعني كاع الملفات اللي مشينا وحطيناهم الا وتلقاو الاهتمام وتلقاو بان المسانده ديالهم، هذا مشكورين يعني هذا، اللي خاص وهو ما بغيناش غير جماعتي يلتزي، ولكن بغينا الجماعات الاخرى، عندنا سوق الثلاث في جنه، عندنا المقرن، عندنا بن منصور، عندنا يعني الرؤساء راه تيبذلوا واحد المجهود كبير، ولكن نتمناو ان شاء الله يكون هذا المجهود يبان في الواقع والناس يلمسوه ويبان بانه الناس بصح النيت راه هما انتخبوا واحد رؤساء اللي هما في المستوى اللي يشتغلوا ان شاء الله في المستقبل، والمستقبل ان شاء الله راه نكونوا دائما راه الاشاره للساكنه وراه الاشاره للمجلس باش نشتغلوا مجموعين ان شاء الله، باش يكون كجماعه سيدي التازي نموذج ديال الجماعات الترابيه في الاقليم ديال القنيطره. وشكرا.